اما هلا سلمى بننتقل لمحطتنا الاخيره لليوم ومحطتنا طبيه رح نحكي فيها يمكن كثير حكينا سابقا وللاسف بنحكي عن اثار التدخين والارجيله قديش له اثار سلبيه على الصحه ومنها السرطانات وعم نشوف بالاونه الاخيره انتشار كثير كبير للارجيله حتى باعمار صحيح. صغيره عم نتفاجئ للاسف قديش له تاثير كثير كبير ممكن مع الوقت الطويل فينا نقول في خطر صامت وهو سرطان الرئه اللي هو اكثر السرطانات انتشارا ومن اكثر مسبب الدخان والارجيله اكيد صحيح نور يمكن يعتبر سرطان الثدي بالمرتبه الاولى من حيث الانتشار هو يلي بالمرتبه صحيح. اللي بعده او يمكن من اكثر المسببات انتشار سرطان الرئه او مسبب له هو كان الدخان ونمط الحياه الضار والتعرض لكثير من المسببات ومعروف ايضا انه سرطان حتى الآن ما نعرف شو سببه الرئيسي ولكن نحن عم نحكي عن المسببات اللي هي بتأهب الإصابة وبتخلي الشخص ممكن يكون عرضة للسرطان رح نتعرف أكثر عن التفاصيل الوقاية والعلاج مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور حسن عبد القادر حسن اختصاصي بعلاج الأورام ومدير مركز الأمل التخصصي لعلاج الأورام أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا فيكم يسعد صباحكم الله يعطيكم ألف عافية يسعد صباحك بالبداية خلينا نعرف شو هو سرطان الرئة نعرف أعراضه يعني ممكن بعض الأعراض نقدر نلاحظ أنه هذا ممكن يكون سرطان لأنه للأسف أغلب الاكتشافات عم تكون اكتشافات مؤخرة يعني بمرحلة متأخرة من المرض صحيح بداية التعريف حقيقة لسرطان الرئة مثل أي سرطان هو انقسام غير طبيعي أو شاذ للخلايا يؤدي إلى تشكل كتلي أو نسيج في مكان ضمن الرئة وهذا النسيج يستطيع أن يتضخم في مكانه أو يسبب انتقالات فيما بعد الأعراض عديدة صراحة ويمكن أن تتشابه مع الأعراض البسيطة ولكن بالحقيقة أعراض سرطان الرئة هي أعراض واضحة نلجأ يعني إليها لمراجعة الطبيب مباشرة وأهم السعال المنتج للدم ونسميه النفث الدموي الألم الشديد في مكان معين من الرئة وقد أحيانا يعني بيكون في عندي آلام ليس بالضرورة أن تكون آلام رئوية أو صدرية ممكن يجيني بألم كتف أو ألم في الذراع مجهول السبب ولا يخف على المسكنات الزلة التنفسية ضيق النفس الأعراض كثيرة معظمها هي اللي بتستدعي مراجعة الطبيب وزيارته للكشف عن هذه الأعراض طيب دكتور خلينا نحكي شوي اليوم قلت حضرتك في عنا عدة أنواع للسرطانات وأيضا الرئة كمان في له صحيح. عدة أنواع ما هي الأكثر خطورة وكيف بيتم بصراحة يعني فينا أعداد أو أنواع عديدة لسرطان الرئة رح نحكي عن الأكثر شيوعا اليوم بالنسبة إلي يقسم إلى قسمين أساسيين هم كبير الخلايا وصغير الخلايا كبير الخلايا في عندي منه نوعين أساسيات هن غدة الخلايا الأدينوكارسينوما وشائك الخلايا سكواموس سيل كارسينوما صغير الخلايا هو النوع الأكثر خطورة فينا نسميه بسرطانات الرئة وهناك بعض الأنواع مثل الغدة الصماوي أو حتى الساركوما وأحيانا معظم الآفات الرئوية قد تكون نقائل من مكان آخر يعني هي ورم رئة انتقالي فيجب التفريق بينها ويمكن التفريق بينها عن طريق الخزعة دائما الخزعة هي اللي بتحدد لي نوع سرطان الرئة وكيف بدي أتعامل معه طبعا كل نوع له علاج مختلف وطريقة تعامل مختلفة عن الأخرى طيب خلينا نحكي عن الأسباب الرئيسية لسرطان الرئة حكينا ببداية المقدمة قديش مثل ما حكيت التدخين له عامل كتير كبير وتأثير يعني رغم كل المحاذير بتلاقي نسبة الناس المدخنة بازدياد للأسف عم تكتر بجوز الستريس والتوتر وطريقة هروب عن الواقع أنه الإنسان عم تروح باتجاه التدخين أو غيره ولكن أكيد التدخين هو من العوامل الأساسية لتشكل السرطانات بالعموم ليس فقط سرطان الرئة صحيح. لازم ننتبه ولكن الرئة هي العضو المباشر التأثير من التدخين يعني بتأثر مباشرة تأثيره يعني فورا من التدخين هناك عوامل أخرى لا نستطيع أن ننكر مثل التعرض للسموم الغازات العامل الوراثي العامل الجيني العامل التعرضي هذه العوامل كلها مسؤولة عن تشكل سرطانات الرئة مهم جدا انه نحن نكون دايرين بالنا على حالنا ونعمل فحوص دوريه وتشيك اب دوري ونتبع سيستم حياه يكون بعيد عن التدخين بعيد عن الارجيله من خلاله نقدر انه نضبط هالجهه هي صحيح في عندي اسباب اخرى بس يعني الله يعطيكم العافيه اذا قدرتوا تضبطوا موضوع انه نحن نبعد عن التدخين والمواد السامه لحتى نبعد هاي الجزئيه عننا التي تؤدي في المستقبل لا سمح الله الى تشكل سرطان الرئه دكتور في بعض الاشخاص بيكون عندهم امراض طبعا بنعرف نحن المدخنين بيتركوا الدخان ببلشوا يعانوا
بلش تظهر عندهم أمراض حتى بعد ما يتركوا الدخان، بيقولوا نحن عم ندخن ما كنا حاسين فيها بهالتعب، تعالوا نرجع ندخن. بنبلش بنشوف أمراض كتير صدرية منها COPD وغيرها، من اللي هي بتعيش كل هذه بتعيش مع المريض وممكن تسبب نقص أكسجة ويدخلوا بدوامات عديدة. هل تفاقم هاي الأمراض أو هاي الحالات ممكن يؤدي لسرطانات رئوية أو لا؟ إذا تم ضبط هاي الأمراض بيضل عندها تماما. بصراحة الآن الأمراض المزمنة وعدم علاجها ومتابعتها هي من أهم العوامل التي قد تؤدي إلى تغيرات في شكل الخلية وانقساماتها، خصوصا أنه هدول المرضى طول فترة عمرهم مثل ما قلت بتطور عندهم COPD أو نفاخ رئوي، بصيروا بياخذوا أدوية لهاي القصص، هاي الأدوية قد تؤدي إلى انقسامات شاذة، فمهم جدا الانتباه إلى من البداية اتباع سيستم حياة جيد والابتعاد عن التدخين واتخاذ هذه النصيحة نبراس للحياة، ممكن أنه كتير يقينا من أمراض مزمنة ومن سرطان الرئة أيضا. هلأ بصراحة ما فيني أقول أنه نحن يعني ما ثبت ولا حالة لسه من هذا الموضوع تقريبا. بصراحة هناك مثل ما قلت أنت ببداية حديثك أنه نحن لحد الآن لا نستطيع تحديد السبب الحقيقي الرئيسي لتشكل السرطان عند إنسان دون عن الآخر. عم نشوف عوامل مؤهبة. أكيد هي عوامل مؤهبة وريسك فاكتور. هذه العوامل المؤهبة لها علاقة بطبيعة الحياة، العمر، الجنس، العرق، السكن، الغذاء اللي عم ياخده، طبيعة حياته، كل هاي الأمور هي عوامل مؤهبة. بآخر مؤتمر تخيلوا وقت كنا فيه تم تعريف مريض الكانسر على أنه هو إنسان سيء الحظ فقط. أنه صار معه شيء أدى إلى طفرة أدت إلى تكون هذا الكانسر. في ناس كثير بتقول أحيانا الحالة النفسية بتأثر. العامل النفسي هو من أهم العوامل المؤهلة. في أشخاص ممكن تنصاب مثل ما حكينا بسبب حالة العامل نفسية. النفسي، العامل الغذائي، العامل الوراثي الجيني. هلأ ما أنها كلها عوامل مؤكدة لتشكل السرطان عند هذا الإنسان، ولكن هي عوامل مؤهبة ومحفزة صراحة. صحيح. يجب أن نقي أنفسنا. طيب اتباع دكتور سيستم حياة جيد. صحيح دكتور، لما نقول سرطان دائما بيكون حالة قلق خوف دائما مربوط بالحياة، يعني يا يبقى المريض على الحياة يا أما ممكن يتوفى. فلما نقول سرطان الرئة كمان من أكثر النسب، يمكن نسب الوفاة يمكن بسرطان الرئة، لأنه بنعرف الرئة هي الجهاز الأساسي للحياة للتنفس للاستمرار. خلينا نحكي إذا اكتشفنا هذا المرض بالبداية قديش نسبة الشفاء رح تكون، المراحل اللي ممكن يتم فيها العلاج؟ بصراحة النسبة عالية جدا، لأنه طول ما أنه نحن ما زلنا في الدرجة الأولى من المرض يمكن الشفاء منه بشكل تام، خصوصا انه ورم الرئه يتم كشفه ببدايته على وجود كتله موجوده في الرئه، اذا تم استئصال هذه الكتله وما كان لها اي عقابيل او عقد بعيده او انتقالات يمكن الشفاء منه حتى بدون اخذ اي علاج متمم. تخيلوا لوين الموضوع. حتى الحمد لله نتيجه تطور العلم ومعرفه بعض الطفرات الجينيه المسؤوله عن تكون هذا المرض صرنا نعطي علاج هدفي او علاج مناعي، يعني حتى المريض اللي عنده نقائل من ورم الرئه يمكن الشفاء منه بشكل كامل. هذا الموضوع طبعا كثير منركز عليه عن اهميه الكشف المبكر، مو بس عن سرطان الثدي او عنق الرحم او عن حتى سرطان الرئه يمكن الكشف عنه بشكل مبكر باجراء صوره صدر بسيطه اللي هي ابسط اجراء ممكن نعمله بشكل روتيني ودوري كل سنتين او كل 3 سنين عند الاشخاص المدخنين اللي هن بيعرفوا حالهم انه في عندهم بعض الاعراض، في عندهم سعله مزمنه، هذول بتصير اعراضهم مماهيه بتخربط الطبيب حتى انه هذا المريض صار له والله 10 سنين او 20 سنه مدخن ودائما عنده سعله مزمنه، ما عاد اعرف اذا سعلته لا سمح الله تكون عنده سرطان رئه ولا لا، لازم يعمل اجراءات وزياره للطبيب بشكل دوري حتى لو ما عنده اعراض صارخه. كشف المبكر حياه، هاي دائما انا بقولها. اكيد. طيب دكتور قد ايه نسبه الحالات اللي حتى يمكن للاسف ما قدروا يتم الكشف المبكر فيها، اذا تم العلاج بالشكل المناسب ممكن انه هي تشفى؟ لانه دائما مريض السرطان بيخاف. صحيح مثل ما حكينا، في ناس بتخاف من الجراحه بتقول لك لا خليني اعيش هالكم سنه مرتاحه وبلا ادويه وما بدي ادخل بجراحه وكيماوي واشعه ويتغير شكلي واخسر حياتي. دائما عندنا حلول، بروتوكولات العلاجيه يتم مناقشتها مع المريض واعطائه كل الخيارات الموجوده بين ايديه. دائما نحن مثل ما قلنا ببدايه حلقتنا انه فعلا الاعراض بتكون مسؤولي عن مكان تشكل الكتلة، في كتلة بتتشكل جنب قصبي ثاني نهار بتعطيني أعراض بقدر اكتشفها بشكل مباشر قبل ما تكبر قبل ما تعمل نقائل، وفي كتلة بتتشكل بمكان معين بالرئة ما بيعطي أعراض وبتلاقيها عم تكبر وبتعمل نقائل وحتى بدون أعراض، لذلك بنقول ما قدرنا نكتشفها بشكل مبكر. صحيح. طبعا الخيارات العلاجية يتم مناقشتها مع المريض، بنقول له انه هذا العلاج هو الأفضل، الجراحة هي إنقاذية، العلاج الكيميائي هون ضروري، العلاج الهدفي او المناعي ممكن يكون إنقاذي. موضوع
عدم تقبل المريض للعلاج أو الجراحة يمكن نحن بعياداتنا بنعيشه بشكل يومي. مهمة الطبيب بقى هون مثل ما حكيتي العامل النفسي يشتغل عليه. أولا الحالة هي 100% أول شيء يشيل الفوبيا من يعني الموضوع صراحة حتى يعني مدارس، في مدرسة بتقلك إنه لازم تحكي مع المريض مباشرة، في مدرسة بتقلك لا أهله. يعني عليك حسب الاي كيو تبع المريض وحسب تقبله لفكرة إنه صار في عنده كانسر وإذا هو متقبل إنه يتعالج ولا لا. أكيد نحن لازم نعالج، أكيد نحن لازم نعطي الخيارات العلاجية. التطور تبع العلم عم يساعدنا الآن، العلاج الهدفي أو مثلا العلاجات الحديثة أصبحت عبارة عن حبوب، حب بياخد مريض سرطان الرئة الانتقالي الدرجة الرابعة حب البيت، معتمد على طفرة الـ EGFR ممكن يكون شافي حب يوميا كأنه عم ياخد حب السكر أو الضغط. تخيلوا لوين التطور صار. هذا الموضوع ممكن لبعض المرضى اللي عندهم هاي الطفرة أن يكون شافي، يعني بيشفى المريض حتى من سرطان الرئة ومن النقائل الموجودة. تعتمد على طبيعة الجسم، تقبل صحيح. المريض، التزامه بالنصائح الطبية، كل هالأساس. والكشف المبكر صحيح. دكتور بالختام خلينا نحكي عن مبادرة شاركت فيها في محافظة حمص. نعرف يمكن التكلفة العالية لعلاج مرض السرطان وخصوصا في ظل الحصار الاقتصادي على سوريا، قديش صحيح. مكلفة الجرعات اليوم قدمتوا 100 جرعة 1000 جرعة كانت 1000 جرعة تقريبا. خلينا نحكي عن هالمشاركة، مبادرة مبادرة لتكون بوابة لكل الناس اللي عم يحضرونا، قديش فينا نعمل فعليا عمل خير بما يخص فعليا العلاج اليوم والتكلفة الدوائية ليله. بصراحة المبادرة كانت هي فكرة شبابية بالتعاون بين عيادات الأمل اللي أنا مشرف عليها والغرفة الفتية الدولية في حمص. مجموعة شباب حبوا يقدموا فعلا شيء يعني واضح وملموس لمرضى السرطان، وكان تحدي الألف جرعة. الجرعة مجانية تماما تحدي الألف جرعة مجانا لمرضى السرطان، وقدروا خلال فترة كتير قليلة فعلا نتيجة تفاعل المجتمع بحمص وتقبلهم لهذه الفكرة أنه يكونوا داعمين أوايا لهم كتير، تأمنت الألف جرعة خلال فترة أقل من شهرين ونعطت لأصحابها بشكل عليه كنترول كتير قوي للمرضى اللي كانوا فعلا دواهم غير موجود بالمشافي الحكومية وكانوا بحاجة هذا الدواء، وتم إنهاء الفعالية بشكل رائع. نأمل من الله أن يكون هناك فعاليات أخرى نقدر أيضا نساهم بتأمين هذا العلاج لكل المرضى المحتاجين. إن شاء الله يا رب. نحن كمان بندعو كل الناس اللي عم يسمعوا واللي عم بيتابعوا واللي بيقدر يقدم ولو شيء بسيط ما بيعرف قدام ممكن هو يعمل فرق. اي أيوة والله شكرا يا رب. ان شاء الله بهمتكم وهمة الجميع. نتشكرك يا دكتور، اكيد بنتمنى الصحه والسلامه لكل الناس. شكرا كثير لك. ان شاء الله. شكرا كثير.